هلا اميغوس، مرحبا بكم في الحلقة الثالثة من برنامجكم ريفيو راب. هذا البرنامج هذا اللي كما عودتكم تنعطيو فيه ريفيو لأحسن التراكات، بحيث أن هذه الحلقة هذه كما شفتوا من العنوان غادي نهضروا على التراك ديال بوز فلو سبين. اللي ما عرفش شنو هي سبين، هي ديك اللعبة اللي كانت شهرات شحال هذا واللي تيقول لك على أنها تتنقص من التوتر. قبل ما نبدا، الا كنتي باقي ما ابونيش مرحبا بك في القناه، ابونا وفعل الكلوش وما تنساش جيم وكومونتير وبارطاجي الفيديو مع عشرك. هادشي اللي كاين بلا ما نطول عليكم، خليونا نبدا. اول حاجه هي ديك المقدمه اللي بوضح فيها بوز فلو على ان الحياه كيف غاديه. عجبتني النقطه ديال كوبي رايت ديال توماس شيلبي، بحيث ان اللي ما نفرج بيكي بلاندرز ما غاديش يفهم هاد اللعبه هادي، بحيث ان بيكي بلاندرز هي واحد السيري والبطل ديالها هو توماس شيلبي اللي تيتكيف بزاف. داكشي علاش قال غادي يضربنا بالكوبي رايت. يا ما بقتش الدنيا بيوف ديكورها صاحبي، لاني قاليتي في الجيب درت قريه جونتا غير ضيف فوق مش عندنا قارو وشدنا الكوبي رايت توماس شيلبي. الهابينز الحياه تصدر غير بين الارقام اللي كيف كيف، العيشه هنا استاذه تتسبق لي زيكزامر من الحشمه تفهم اكزاكت القرطاس والاباده ايوا العدم لماذا. اول سطر واللي قال اللي بوصل منه بوز فلو على ان هادشي اللي تيدار اللي تيجيرو دابا روابا في المغرب كوبي كولي الامريكان من حيث الفلو من حيث التكنيك ومن حيث الكليبات، وقال على انه هذا هو السبب الرئيسي اللي خلاه انه يبدا الراب. ياه الراب مغربي طاقو موري مكسل فوق كنابي داوية به لاميريكا هادشي علاش بوصي رابي من زماني. فهاد السطر هذا اللي وراه غادي يقول على انه زعما غادي نحط شي 16 اللي تيعني بها هي كوبلي، بحيث ان الكوبلي تيكون مكون من 16 سطر، وقال على انه هاد الكوبلي هذا حاطو من شحال هذا ويلاه كتاب ليه يتسجل. بان عليك لما انا جنين وصغرت وحني هاد 16 حلمتو من اللي كانت القبله كتغزلني. هنا غادي يقول زعما ما عرفتش واقيلا واش غادي تيهضر على الوقيته ديال الكتابه ديالو، هي الصباح بكري فاش تتكون مقطوع الرجل وتيكون الجو صافي ولا العكس، بحيث انه تيبقى تيكتب من الليل حتى الصباح حتى تيصبح الصباح وتيولي داك زقزقه العصافير عاد تينعس. مزيود في طالوناج دري فينانت مع صلاة النبوري فين السوايع تيحبس ليها الموري. هنا غادي يقول زعما انها واخا كاع ولات 9 شهور ولكن كاينه الطبقيه في البلاد، بحيث ان عرفتو نتوما البلاد ديال باك صاحبي الى اخره. رجعت من عيني الاسرية صلي البشارية حرت زادنا احرار بالحق ما تزادناش سواسية. هنا غادي يقول على انه تزاد في واحد البلاد اللي فيها كلشي تيتسير من الفوق حتى روابا اللي تيدوزو في الميديا. جابني القدر فطن بائس الوان علامه اكدوبانا في الارتيست شراه رئيس وجورناليست حنا البوده مازال هنا كاع اللي قالوا زال ما كان هنا كاع اللي قالوا زاد نزطول صاهي فلاصين فينال نهار نواحي سوا كريمان. هنا غادي يهضر ايجو تريب، بحيث ان قال على ان لي ريم ديالو اللي تيحط ما مربوطينش بشي ستيل. اللي بيوصل من هذا السطر هذا هو انه زعما راه تيفكر خارج الصندوق، هادشي راه باين لكاع لي فان ديال الراب مغربي، بحيث ان بوز فلو معروف بالكتبه ديالو وانه تيفكر خارج الصندوق. بوز في الراب فري فري ماتو غيحسبو معلماتو حيت خرقوا القاعده اللي صنعها الدكتاتور وليداتو. هنا غادي يقول في بلاد حاتم كيدار زعما حاتم ادار، وغادي يهضر على المشكل ديال الاساتذه المتدربين واللي غادي يربطو بواحد الروايه ديال اخناتون. هاد الروايه هادي اللي كانت كتبات واقيله في 1985 اللي كتبها هو نجيب محفوظ، اللي البطل ديالها هو واحد الشخصيه مسالمه وما عزيزش عليه الحرب والعنف. اللي وصل بوز فلو من هاد التير هذا هو انه زعما راه ما عندوش مع هادشي ديال العنف اللي وقع للاساتذه وهادشي ما تيحملوش هو. مسكون براف بلاد حاتم كيدار قرون بدون مبان ولا بسؤال مكان ولا وامل في خلا ضربكم بزار صاحي في ظلال وكهف وافلاطون لقينا غز بمر ليزار ماشي الروايه اخنات. وراه غادي يهضر على السيستيم كيدير في البلاد وكي غادي. تم ديمقراطي بلا وعي منعدم، تم ديمقراطي على شعب صافق انهار من نعم. هنا عجبتني هاد السطر هذا اللي قال فيه واحد اللعيبه اللي واقعيه وتنعيشها كلنا، بحيث ان فاش تتبي تناقش مع الوالد ديالك ولا الوالده ديالك شي حاجه على الملك ولا خايبه ولا زوينه ولا على الاسلام ولا على شي حاجه تيكون واحد الخطوط حمراء وما تيقدروش يهضروا معاك ولا ينطقوا بتا شي كلمه. المغرب اوكاري موال طرواف بلاد الزب العقل مشتوك عنده الله والملك في الخبز بلاد. فهاد السطر اللي وراه غادي يهضر على ان البلاد تتسير بالفانيد اللي تيدخل من الجزائر. نا اكس قال كرواه والقلاوي لقيتو المجهول فيهم لحوا الثروه ضيفو المدى كريسات البلاد على المدى البعيد الباسطيس والفانيد باش تيسالي المروك نيطان وحجيه. هنا غادي يقول واحد اللعيبه ديال اللي بان لي انا بحال هضر على السيبيكات ولكن هو هضر اون جينيرال، وتفكرت ان فاش تينوض شي بيف تتكونوا داك التبريش في ستوريات ديال غادي نجي لك حتى لحومتك غادي نجي لك غادي نجي لك. زعما اللي بيوصل هو ان
بنادم تيبغي يعيش ديك الجينغ ستاراب، ولكن هاد الشي راه ما كاينش في المغرب. روط عبلة في التسيف بن شداد وخلع بيه البراش، تيق الجانغستر في ستوري تسمات حرية. هذا فواحد جوج سطورة اللي تقريبا هما ما قبل الاخرين، غادي اللي فهمت منهم هو انه زعما راه ما بقاش تحت جناح والديه، ما بقاوش حامينه من ديك العافية اللي بغى يشبهها وقيلة بالفقر على ما اظن. وطن اللي فيه جواتي ودن عليه الفجر، والعين اللي سرحانو في البلافون طلع النهار ودمع القافية. هذا المغرب اللي ما بقات فيه حتى بلاصة من دوك اللي خطاوني من اللي كنت صغير، من اللي تنخاف تأذيني العافية. اخر سطر اللي غادي يختم به التراك ديالو قال على انه زعما راه ما نقدرش انا نذكر لكم السمية ديال شي مسؤول كبير، انت راه خاصك تكمل من راسك وتكون انت نقيضة الا بغيتي تفهم بوز فلو علاش تيهضر. الكتابة بلا ستيمولاسيون من خارج مني تيوزوز داخل في الشاد، وما تروح تسيلفي مع الزباني. اي 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 هادشي اللي كان في التراك هذا، اللي نتمنى نكون وصلتكم ايه واحد 50% ولا 60% من داكشي اللي بيقول بوز فلو، بحكم ان عرفتوا نتوما راه نقدر نخطأ وتقدر تكون عندي شي حاجه غلط. الا بانت لك شي حاجه عندي غلط خليها ليا في لي كومونتير ونقدروا نناقشوها. اللي عنده الصح هو هذاك. هادشي اللي كاين، نتشوفوا في حلقه جديده وبرنامج جديد. بلا ما تنساو جيم كومونتير، بارطاجي الفيديو مع عشرة. هادشي اللي كاين، تشاو اميغوس.